انا جاوبت هذا الاخ من الداخله، قلت له كان يشري القهوه حبوب ويطحنها في دارو ويعمل قهوه عاديه يشرب على راحته وما عندناش مشكل. ان الاشياء الصناعيه ماشي القهوه هي اللي خطيره ولا فيها خطر، الاسلوب الصناعي كاك، يعني الصانع ما عنده ما يدير في العالم كله ماشي غير في المغرب، في العالم كله نفس الاسلوب. انا لومبالاج سوفيد بعدا مزيان، ولاو كيديروا هذاك التعليب يعني تحت الضغط باش ديك النكهه ديال القهوه ما تمشيش. كاين اللي عامل مثلا علب قصديريه جيد مزيان، ولكن تبقى الاسلوب الصناعي الصنيع ما عنده ما يدير، خصو مواد يزيدها تم، خص الخليط ديالو لا بريباراسيون ديالو، هذه يعني الخلطه ديالو ديال حيت ماشي قهوه، راه خلطه هذيك ماشي قهوه، يعني ما فيهاش غير قهوه. فهاد الخلطه ديالو كتكون عنده خلطته ديال الخاصه شحال كيدير فيها ديال هذه وديال هذه، وخص عنده مسائل خصو يزيدها في هاد القهوه باش ما تفسدش ليه، باش ما تاكسدش، واش ما تفسدش. طبعا يعني فيها خطر ولا ما فيهاش خطر، ماشي ذاك الخطر اللي غادي نخلعوا الناس حنا نقول لهم راه يعني القهوه غتشربوها راه غادي نعم، ولكن الخطر كاين في جميع المواد المصنعه غير ماشي غير في القهوه، جميع المواد اللي دايزه من البروسيس، ماشي طبيعه الماده هي، الماده هي اللي فيها الخطر، البروسيس هو اللي كي هو هكاك يعني. وفي العالم كله انا ما كنتكلمش على يعني القهوه اللي كاينه في المغرب راه تقريبا نفس القهوه اللي كاينه في فرنسا ولا في ايطاليا، كاين الجوده طبعا اللي غادي المغرب ربما ما يقدرش يستورد واحد الجوده معينه تكون غاليه، ربما يستورد قهوه يعني متوسطة ولا أشكل، ماشي بحال إيطاليا وفرنسا وبعض الدول اللي كتشتري هي أعلى جودة في العالم، لأن قهوة هي راه كتطلع مع البورصة راه هي الثمن ديالها ماشي سهل. ولكن كتبقى قهوة يعني كيف ما كان الحال غادا تشرب. فمن الأحسن الناس يتفاداو هذه المسائل، أنكم يعني يتفاداوها، يشريوا أشياء بعينها هي ويهيئوها في ديورهم، لأن المجتمع المغربي باقي عنده قوة يا عباد الله. قوة المجتمع المغربي الآن هي في هذا لار كولينير، في هذا طرق الطبخ، لأن الثقافة الغذائية باقي عندنا في المغرب، وهذه الثقافة الغذائية جميع الناس اللي تلفوها في المغرب مرضوا. كاين الناس اللي ما عارفين ما يديروا بالسميدة ديال الذرة، النساء في الرباط عطيناهم السميدة ديال الذرة ما عرفوا ما يعملوا بها، ردوها لنا كيفاش غنديروا بها. طبعا الثقافه ديالها مشات، ما عرفتش بان راه لا فورتها في الكسكاس والسكاطه راه غادي تعطي كسكس جيد. نعم. ما عرفوش بان الحرشه من قبل، المحرشه من قبل كانت كدار من السميد ديال الذره ماشي من ديال القمح. يعني هذه الثقافه الغذائيه يعني الناس تلفوها. نعم. وبداو كيعيشوا بلا روسات. نعم. ولاو كيتصنتوا لبعض كيشريوا كتالوجات، حنا ما بغيناش نكونوا مجتمع ديال الكتالوجات. نعم. والكتالوجات هي اللي فسدت لنا الثقافه الغذائيه ديالنا. اذا كره